التعليم عن بعد واحدة من أكثر الوسائل الحديثة المنتشرة بين الطلاب والمستخدمة في التعليم والتدريس. ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأت مدارس الدولة تطبيق مبادرة التعليم عن بعد، وذلك لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التي يمكن أن تواجه تحقيق متطلبات المدارس. تسهم هذه المبادرة في الاستفادة من الطاقات التعليمية المؤهلة والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية، وتخفيف الضغط الطلابي على المؤسسات التعليمية، كما أنها ستساعد وبشكل كبير جداً الطالب في الاعتماد على نفسه، مما يؤدي إلى زيادة تمكنه من المعلومات التي يدرسها ويطلع عليها أثناء رحلته التعليمية. وعلى أولياء أمور الطلبة التعاون لإنجاح المبادرة، كتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة في المنازل من خلال المكان المناسب والإنترنت والمظهر العام للطلبة، كذلك توفير جهاز إلكتروني لاستخدامه في التعليم عن بعد كالحاسوب أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية وغيرهم، بالإضافة إلى إلزام الطلبة بالوقت الزمني المخصص وفق الجدول المعتمد من المدرسة للمواد الدراسية، والالتزام بالسياسة العامة لاستخدام الأجهزة التعليمية أثناء التعليم عن بعد، وذلك بعدم التصوير والاطلاع المباشر على البث.